يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول رجل دخل المسجد وهو لم يصلي المغرب بعد، والإمام يصلي رجل دخل المسجد وهو لم يصلي صلاة المغرب بعد، والإمام يصلي صلاة العشاء، فهل يتابع الإمام بنية المغرب؟ وهل يسلم قبل الإمام أم يجلس وينتظر حتى يسلم معه؟ كلاهما جائز، يدخل مع الإمام بنية المغرب، فإذا قام للثالثة يجلس ولا يتابع الإمام، يأتي بالتشهد الأخير، إن شاء سلم وإن شاء انتظر الإمام وسلم معه. نعم.